سيداتي وسادتي، مساء الخير. حلقة جديدة من برنامج مع الأحداث معاكم النهاردة. بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة جمعة ختام الصوم، وبنعتذر طبعا الجمعة الجاية ما فيش، لأن هتبقى الجمعة العظيمة. كل سنة وانتم طيبين، ودي أيام مباركة. بنرجوكم إنكم ما تنسوش القناة هنا، وتبرعاتكم وعشوركم وجزء من مساهماتكم عشان القناة تستمر في الرسالة بتاعتها. بنقول الكلام ده كل أسبوع، ويا ريت يبقى في أذان صاغية، لأن الفترة اللي جاية دي في تحركات سياسية كتيرة النشطاء النهاردة بيتكلموا فيها في كل أنحاء العالم، وفي روح جديدة للعباط النهاردة. ربنا بيسمح اليومين دول، وبيبتدي هو اللي بيعمل الشغل. احنا كل اللي مطلوب مننا إن احنا نحرك الحجر، مطلوب مننا ان احنا ندلي المفلوج امام المسيح، ومطلوب مننا ان احنا نصلي عشان المسيح هو اللي يقيم الميت. فعايزين صلاة جامدة، وعايزين مساهمات، وياريت تدخلوا على المواقع القبطية في تحركات وفي اقتراحات بتكوين بودي سياسي او جسم سياسي، وفي ناس كتيرة شغالة في الموضوع ده، أقول لكم بالمئات. ونرجو الصلاة، ونرجو إنكم تشاركوا كلكم باقتراحاتكم، وتخشوا على المواقع القبطية. في أظن موقع الأقباط المتحدون بيجيب مواضيع على الحكاية دي، وهنا في البرنامج بتاعنا في القناة هنا في الباشمهندس شريف بيعمل برنامج واتكلم في الموضوع ده، وأنا هتكلم عليه النهارده. ونرجو من كل اخواتنا النشطاء انهم يدلوا بدلوهم، ونقدر نوصل لورقه عمل ايجابيه. ويا ريت كل اخواتنا اللي بيسمعونا في كل حته في العالم، صوتك مهم جدا، رايك مهم جدا، اقتراحاتك اقل حاجه تتاخد في الاعتبار. في مجموعه من نشطاء اوروبا كونها الاستاذ مدحت الاده والاستاذ مجدي يوسف والدكتور ابراهيم حبيب والمجموعه اللي هناك، وقررت انها تاخد موضوع السكرتاريه دي، وانها هي اللي تغرب للمقترحات. وفي نشطاء كتيره جدا، يعني النهارده شاعرين ان في روح قدس وفي روح جديده، وفي الله بيبارك، وربنا يعمل اللي فيه خير عشان نقدر يجي الناس كلها تقدر تعمل حاجة جماعية هذه المرة على أسس ثابتة. صلواتكم واقتراحاتكم، لأن إيمان بالأعمال باطل، أعمال مهمة جدا. وإحنا شايفين إن حزب الكنبة ابتدى يتحرك، وإخواتنا اللي ساكتين ومش مقتنعين واللي شافوا تجارب قبل كده فاشلة كتيرة، نرجو المرة دي إن الله هو اللي يحط إيده، والمرة دي يكون العمل جماعي مش عمل فردي. بنفتح الخطوط من اول لحظة، وعايزين نتكلم في مواضيع حساسة، نرجو ان محدش يزعل مننا النهاردة فيها. نمرة واحد، المشاركة الايجابية في تدعيم الاعلام وتدعيم العمل السياسي، دي مهم جدا بالنسبة لنا، ومهم جدا بالنسبة للقضية القبطية، لان احنا وصلنا الى مرحلة نكون او لا نكون، وفي الوقت الهزيع الرابع ده تملي الله بيتدخل. هو اللي نقل جبل المقطم، وهو اللي قوم لعازر، وهو اللي قام بنفسه من الأموات في اليوم الثالث بقيامته المجيدة. فبنصلي لله انه يحط الروح الجديدة ويثبتها، ويثبت أقدامنا، ويدينا الرؤية الصحيحة كلنا. العمل كله جماعي، وكل الناس مطلوبة تشتغل. القناة هنا موجودة، أي إيميل للقناة باقتراحاتكم هيوصل لنا. القنوات كلها مفتوحة على بعض. المدام هايدي هنا مديرة القناة يعني أبدت شعور طيب، وفتحت القناة على آخرها للمقترحات وللأعمال. فياريت تدعموا القناة أولا، ثانيا تقولوا كل مقترحاتكم بالنسبة عايزين الأقباط يعملوا إيه، وإيه توقعاتكم، وإيه اللي تقدروا تساهموا بيه في خلال الفترة اللي جاية. اللي يساهم بوقته، اللي يساهم بمقترحات، اللي يساهم بفلوس، اللي يساهم بمجهود، كله مطلوب. نحن عبيد الله، نقوم ونبني.
علينا كلنا نعمل الكلام ده، فيا ريت تسري فينا الروح الجديدة ويتمجد الله في عبيده. عايز انا كنت يعني في موضوع حساس كنت عايز اتكلم فيه بالنسبة لليلة العيد واللي بيحصل من الاستقبالات الرسمية في الكاتدرائية. ارجو ما حدش يزعل مننا، وده كلام ابن لأمه الكنيسة والقادة الكنيسة والمجمع المقدس، واحب اسمع ارائكم برضو عشان انتوا بتشوفوا في التلفزيون، اللي ما بيحضرش في الكاتدرائية بيشوف في التلفزيون ان جزء كبير من الخدمة بيروح في ناس داخلة وناس طالعة وامن موجود، وطبعا المطبلاتية والمزمراتية مع كل شخصية داخلة وطالعة، و كل سنة دلوقتي بيسموا بدلنا الاخوان والسلفيين. ما هو حكم انهم يروحوا الكنيسة؟ وما هو حكم تهنئة الأقباط؟ وما هو حكم حضور الصلاة؟ وانتوا عارفين الكلام البذيء اللي بيتقال والكلام القذر اللي لا نسمح بيه اطلاقا. بس علينا عتاب بينا وبين نفسينا، علينا كلنا، ان احنا مش من المفروض ان احنا نعطي القدس للكلاب، مع احترامي للجميع. الاستقبالات والتهنئة بالعيد يجب ان تكون في مكان مدني مش مكان كنسي، لاسباب عديدة. لان ده وقت صلاة الله بيكون موجود فيه، والناس بتبقى جاية عشان تتمتع بالقداس، مش تشوف اللي داخل واللي طالع، وده لابس ايه ودي لابسه ايه، وده مش الساعة كام وده جه الساعة كام، وكله يزحم بعضه عشان يسلم على قداسة البابا وياخد صور، واحنا عارفين اللي بيحصل. فبيتي بيت الصلاة يدعى، احنا مش اكتر غيرة على بيتنا وبيت الهنا من المجمع المقدس، حاشا لله. ومش بنوجه حد، ولا احنا بنقول، بنكلم شعبنا وبنفكر بصوت عالي. احنا عندنا مقر باباوي وعندنا اماكن كتيرة جدا بيتم فيها اوريدي استقبالات. يعني لسه شيخ الازهر من يومين كان في الكاتدرائية في المقر الباباوي، ما جاش الكنيسة ولا حضر قداس. هل الكلام ده بيبسطنا احنا انهم يحضروا القداس وحاجة مش فاهمينها وحاجة؟ طب ما يشوفوها في التلفزيون، ما هي بتتذاع في التلفزيون، اللي عايز يشوف يشوف. احنا بنتكلم على الهرجلة والدخول والطلوع والامن والقفل والبوابات الالكترونية والشوشرة، ده بيفرغ الصلاة من معناها. ليه ما يتمش التهنئة يتحط لها ميعاد مثلا من 6 ل 8 بالليل قبل القداس، او تاني يوم الصبح يوم العيد الصبح، ويتم دعوة من يشاءوا، اللي عايز يجي يجي ولا ما يجيش ما يجيش، بدل الاحراج وبدل الكلام اللي احنا بنسمعه اللي بيسم بدلنا ده، انهم يجوا الكنيسة ولا ما يجوش. يا سيدي مش عايزينكم تيجوا، مين قال لكم ان احنا بنفرح بالكلام ده؟ وبعدين المظاهر اللي بتحصل، يعني سيدنا البابا اوريدي منع التسقيف، ما زال في تسقيف. سيدنا البابا منع الهتافات السياسية في الجنازات اللي فاتت، كانت كلها هتافات سياسية. فالمفروض نحترم بيت الله. الهتافات والتسقيف والكلام ده بره حدود الكنيسة، الاستقبالات بره حدود الكنيسة. على الأقل كمان الشخصيات القميئة اللي بتروح وتيجي مع الجماعة دول ومحسوبين علينا وكلنا عارفينهم، مش عايزين نحرج حد ولا نقول أسامي، بس البعض ما عندهمش دم، داخلين طالعين ناس ملهاش أي صفة لا في الكنيسة ولا في غير الكنيسة، وهم للأسف بيأذوا الكنيسة وبيأذونا. دول عيون للأمن وعيون للدولة علينا. الأشكال اللي بتيجي الغريبة دي اللي ما بتجيش غير ليلة العيد. فمن من فضلكم عايزين نكون رأي عام، ولسه في أهو 10 أيام على العيد ولا 8 أيام على العيد، ليلة العيد، ففي إمكانية إن احنا نتصرف. الدعاوي تتعمل على المقر الباباوي في أي وقت، السبت الظهر، السبت العصر، السبت قبل القداس، الحد الصبح، الحد الظهر، الحد بالليل، موجود. احنا بنستفيد ايه من حضور دول في القداس؟ وطبعا بتبقى مادة للتريقة والنقورة وانتوا عارفين الاشكال اللي بتدخل تدوس اقداسنا. فمن ناس بيغيروا على الكنيسة، نرجو ان احنا نحط شكل
مختلف الكلام ده السنة دي والسنة الجاية على طول، ودي فرصة انهم دلوقتي بيقولوا لا الكنيسة مكان نجس وما يصحش ندخل فيه، ولا بد ان رئيس الجمهورية ياخد رأي كبار العلماء الاول. يا سيدي حلوا عن سمانة، وحد قال لكم هنونة؟ اتفضلوا على المقر البابوي، اللي عايز يتصور واللي عايز يعمل واللي عايز يتسقف له يتعامل الكلام ده في المقر البابوي او في اي قاعة، اي قاعة احتفالات بره الكنيسة. احنا فاتحين التليفونات من اول لحظة، اي حد عنده اي رأي مخالف او رأي مشابه او عنده فكرة جديدة يتفضل يكلمنا. احنا مش بنعدل على حد ولا بننقد حاجة، احنا بنتكلم كمؤمنين. سواء انا حضرت او بتفرج في التلفزيون ببقى مركز على القداس ومركز على الصلاة، مش عايز شوشرة فيها، وخصوصا مع ناس مش فاهمة اللي احنا بنعمله ايه. الصلاة دي مش صلاة روتينية، ده صلاة حضرها الله، ودي ليلة العيد. فمش عارف رأيكم ايه، مستنيين تليفوناتكم. هنتكلم برضو، عايزين رأيكم في موضوع الشكل السياسي او الشكل المدني اللي نقدر نعمله عشان نحمي حقوقنا في الفترة اللي جاية دي. احنا عارفين دلوقتي ان الدولة كلت حقوقنا عيني عينا كده بالمفتوح، الدولة مش عايزاها تدينا نصيب عادل في المجالس التشريعية. الدولة دلوقتي ما جددتش ولا ترخيص كنيسة من ساعة ما جه مرسي، خلي بالكم حتى التراخيص اللي موجودة أي كنيسة اتحرقت ما اتعملش مكانها. قانون دور العبادة ما تتعملش وشكله مش هيتعمل. فإحنا دلوقتي عندنا حقوق في بلدنا لأن حقوقنا بتتاكل. في ناس اقترحت مؤتمر يشبه مؤتمر سنة 1911 اللي هو ادعى ليه في أسيوط، وطلع يعني بحاجات كانت ممتازة في وقتها ومتقدمة وراقية. إنما للأسف برضو طلعوا شوية ناس معرفش أقول عليهم إيه، في منتهى الهوجنة، ناس ما بتفكرش سياسيا طلعت وقالت لا إحنا في مركب واحد، وإحنا قلنا لكم إحنا عايزين ننفصل، إحنا بنقول عايزين كوتا في وقتها، لأن كان من سنة 12 ابتدى الصوت اللي بتاع أكل حقوق الأقباط يظهر تاني بعد الفترة الطويلة بتاعت الخديوي وفترة عائلة محمد علي، كانت فترة سلام وفترة هدوء. سنة 12 وسنة 11 مع نمو الأصولية في الوقت ده ومجيء مصطفى كامل بقى والعالم دي ابتدوا، وخصوصا بعد حرب عرابي سنة 82 وهزمته، ابتدوا الأصولية تطلع تاني وابتدت المناداة بالزمية فطلعوا المسيحيين لأن أيامها كانوا اقتصاديا أقوياء جدا وسياسيا وكانوا قادة الرأي. فطلعوا عملوا المؤتمر ده بتاع سنة 11 وطالبوا فيه بكوتا وطالبوا فيه بحقوق ثابتة وواضحة يتم حمايتها في الدستور. فطلعت مجموعة من الناس، يعني سوري في التعبير، أزاعر الناس ما بتفكرش لقدام، مضحوك عليها بفكرة المواطنة، واحنا وطنيين ده بلدنا هنخاف عليها اكتر من اي حد تاني. يعني الدور والباقي في اللي مشكوك في جايين منين، واللي بيقولوا طز واللي بيقولوا واللي عايزين يقتلوا مصر ويفسخوها، احنا طول عمرنا مع وحدة مصر. فطلعوا ناس من المخدوعين سياسيا وقالوا لا واحنا في مركب واحد ونحط ايدينا في ايدين بعض وما نحاولش نطلب حقوق او نطلب مطالب او ميزات معينه عشان ما نسرش الاخرين. طب ما هو اديك سكت خالص وحاليا اثرت الاخرين، انت مجرد ما مجرد جرس الكنيسه بيسرهم دلوقتي، مع ان اذان 4 الصبح ما بيسرناش لا لحم ولا دم ولا بنحس. بنت من عندهم اللي راحت اليونان دي، بنت مش استغفر الله العظيم، طلعت مع ولد واتجوزته هناك وعيال مسلمين، النهارده في الواسطه بيحملونا احنا مسؤوليتهم، واحد ما رباش بنته، طب احنا ذنبنا ايه؟ مالنا احنا ومال الكلام ده والقصه دي؟
انت هتخش في القصص دي كتيرة، لان مفيش ما طلبناش حقوقنا وسكتنا وقلنا كفاية الجانب الاقتصادي نبرع فيه. الجانب الاقتصادي لو مفيش جانب سياسي يسنده، عرضك على الله. انت عندك تاريخ 1430 سنة من الظلم المستمر، من الاجحاف المستمر، من اكل الحقوق، من السرقة العلني، من الاغتصاب. احنا لما دخلوا علينا جماعة دول كنا حاجة و30 مليون، النهاردة بعددنا كام؟ ويا ريت بيعترفوا بعددنا، ده بيقول علينا 3 مليون و5 مليون. احنا النهاردة وصلنا الى الزيرو. علينا النهاردة من فضلكم، علينا ان احنا ننظم اوراقنا ونبتدي نقعد مع بعض بالعقل، وكل اخواتنا المشحونين اللي زعلانين على طول واللي عايز يحط عصاية في الدولاب بأي طريقة عشان ما يتحركش، يا إما هو فيها يا يخفيها، نرجوكو الذوات المريضة تطلع على جنب. سيبوا الشباب يشتغل، سيبوا الناس المتحمسة تشتغل. المرة دي مش هيشتغلوا على الهوا، بس بنصلي إن نتجمع مع بعض. اللي مش عاجبه الإجماع واللي مش عاجبه الشغل ده يسكت شوية، يسيب الناس تشتغل، ما يضربش بالطوب. من الصعب جدا انك ترضي جميع الاطراف، انما المرة دي في اباط محترمين داخلين في الموضوع، وفي غالبية، والغالبية دي بتبص على الاخطاء القديمة ومش عايزة تكررها، مش عايزة تعمل مؤتمرات اعلامية شو على الفاضي، ناس تتكلم وناس تتخانق مع بعض. المرة دي كله هيبقى على الورق لغاية ما نصل إلى اتفاق على الأقل على 90 95% من الحاجة، هيبتدوا يعملوا مؤتمر عشان يقرروا اللي اتفقوا عليه. وفي حاجات طبعا هتعلن وحاجات مش هتعلن حسب المستوى اللي هيوصلوا له. بس مع الكلام ده عايزين، لازم الشغل ده عليه مصاريف. شغل البلوشي تتكلم تتكلم وساعة الشغل ما تعملش حاجة وما تدفعش حاجة، مش هينفع. أنا بناشد أغنياء الأباط سواء في الداخل أو في الخارج، اللي في الداخل بالذات فلوسك رايحة غنيمة لدول، هم مخلينك بس للوقت اللي إيه تحصل فيه المجاعة. السين بتاعهم المجاعة، أول ما حصلت المجاعة دور على فلوسك لو جدع، أو خد حاجة، او لو حطيتها في البنوك يبقى دور عليها لو عرفت تاخدها. هتبقى مجاعة. لغاية النهاردة قرض الدولي ما جاش، لغاية النهاردة قطر قالت 3 مليار سندات ما جابتهمش. اليومين دول الرصيد وصل قارب على النفاذ. روسيا رفضت تدينا قمح زيادة، روسيا رفضت تشغيل المصانع، والاخ مرسي رجع فايق قمر عيش من روسيا، اللي قبله موظف شماشيرجي في الرئاسة الروسية، ده اللي قبله اللي جابه من المطار. كل الكلام ده معروف ومكتوب، والرئيس الروسي رفض تماما، قال له انت رئيس مشكوك في صحتك. اوباما جه مرتين المنطقة، ولا مرة المنطقة، زار دول تعبانة بالمقارنة بينا. اما قالوا له مصر، قال لهم لا، اما يرتبوا ظروفهم جوه الاول ويبقى السيد مرسي يعرف يورينا حاجه شغل مظبوط يعني. فامريكا مش راضيه عنه، روسيا مش راضيه عنه، طب فاضل له ايه؟ مين اللي راضي عنه؟ ده حتى قطر مش راضي عنه. بعد قطر يا حبيبي ده خلصت المواضيع، رافضين يدونا تعريفه. السعوديه من الاول مديانه ظهرها، والامارات، ليبيا اللي كنا بنشحتها يا عبد الناصر، كان المدرسين بيروحوا على الميزانية المصرية، والدكاترة عبد الناصر كان بيبعت لهم ناس ويديهم، كان كله مرتب هنا 3 أضعاف مرتبه هنا. روسيا ليبيا النهاردة شوف عملت ايه في الأقباط، وحاجزين النهاردة 90 شخص موجود على الكندوجما، 90 بني ادم من مرسى مطروح بالعربيات بتاعتهم بتجارتهم بكله استولوا عليها حبسهم ليبيا. فمش معقول يا جماعه، احنا فاتحين التليفونات مش بنكلم نفسينا، فمن فضلكم
عايزين ناخد فيدباك منكم عشان نعرف ان في ناس بتسمعنا وان في ناس مهتمة بالقضية القبطية. بالنسبة للفترة اللي جاية دي، السيد مرسي رفض تغيير رئيس الوزراء، والسيد مرسي مازال بيحرجم على القضاة وعايز يخلص منهم بأي طريقة وينزل سن التقاعد إلى 60. لو نزل سن التقاعد ل 60، اللي هيفضل في المحكمة الدستورية العليا قاضي واحد، وهيجيب هو، مش هيجيب قضاة، ده هيجيب محامين، محامين من اللي تبعه، هم اللي هيمسكوا في المحكمة الدستورية. والقضاة طبعا لما يوصل ل 60 عنده هو لسه ب 3000 محامي إخواني هيجيبهم يمسكهم مكان القضاة دول. يعني دلوقتي واحد مسيحي جه واحد مسلم قتله، أصلا القضية مش هتروح المحكمة، أصلا مش هتوصل للمحكمة. فهل ترضوا بالكلام ده؟ إيه اللي قدامنا؟ قدامنا إن إحنا نبتدي نشتغل جد زي ما كل الأمم التانية عملت. إحنا يهمنا مصلحتنا ويهمنا الورق اللي معانا، نعظم الورق اللي معانا. أهم ورقة عندنا هي وحدتنا مع بعض كآباء وصلابتنا، لأن إحنا بقالنا 1430 سنة جتتنا نحست من الاضطهاد. جتتنا نحست خلاص، يعملوا يمين يعملوا شمال. أنا بنصحكم تقروا مقالة كاتبها المفكر صلاح الدين محسن، احنا استضفناه هنا كذا مرة في الحلقة هنا في البرنامج ده. الراجل كاتب لهم مقالة، يعني يا ريت كلكم تقروها في الحوار المتمدن، موقع تكتبه كده على جوجل الحوار المتمدن، تخش في اول صفحة على المقالات هتلاقي صلاح الدين محسن. صلاح الدين محسن بعت جواب انذار نهائي لإله الإسلام، بيقول له ان احنا كمسلمين بقالنا 1430 سنة قاعدين نقتل ونسفك دم ونغتصب ونحرق ونسرق ونلزم اضيق الطريق ونبهدل المسيحيين، ولغاية النهاردة هم عايشين واحسن مننا بكتير. فاحنا بنديك انذار شهر يا اله الاسلام، يا اما تهديهم وتخليهم مسلمين زينا، يا اما خلاص يبقى انت يعني ما ولا حاجه، يعني انت قاعد تعبط علينا وخلاص، انت مش اله ولا قادر تعمل حاجه. فال 30 يوم اللي مديها له صلاح الدين محسن، واكيد من اخواتنا المسلمين ناس كتير، لابد تفكروا يا جماعه ان اللي بيقول لك اقتل ده، واللي بيقول لك اسرق، واللي بيقول لك اغتصب بنت جارك المسيحي وسب دينه واستهزأ بيه واحرق كنايسه وادعي عليه بكل التهم الباطلة من تحريف وتزوير، وانت اصلا اللي عامل الكلام ده، زي زي ما بيقولوا مش عارف ايه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. فلابد حاليا وصلنا الى ان احنا نحسنا معاكم، تخلصوا علينا مش هتقدروا. وهو صلاح الدين محسن مسلم زيكم، الراجل بيتحدى إلهكم بيقول له خلال 30 يوم يا تخلي الجماعة دول مسلمين زينا، يا إما تتكل على الله بقى ما توجعش دماغك، تشوف لك أقرب سكة وتشوف لك سكة تاني. في إيه أكتر من كده؟ اقروا المقال ده ويا ريت توزعوه في كل حتة تقدروا، يعني مقال دمه خفيف ويا ريت تعلقوا عليه، مقال في الحوار المتمدد. يا إله الإسلام عندك 30 يوم اهو، فات منهم يوم اهو، فاضل له 29 يوم. يا يخلينا كلنا مسلمين ويهدينا، يا إما خلاص يحل عن نفوخنا بقى، خلاص الناس زهقت. الراجل بيقول احنا زهقنا من القتل، من قتل المسيحيين، زهقنا من خطف بناتهم واغتصابها، زهقنا من الشتيمة وقلة القيمة وحرق كنايس وإلزام في أضيق الطريق، وفي الاخر ما هم قاعدين زي ما هم اهو. ربنا بيوريهم بالمفتوح كده، وبنقول لهم النهارده اهو في البرنامج يا جماعه كل اللي بتعملوه ده انا ابوكوا على شونا فيه،
وكل العبط اللي بتعملوه والاتهامات والتحريف وخطفتوا بناتنا وعملتوا كده وعملتوا كده لتغطية جرائمكم انتوا. انتوا اللي بيقودكم الشيطان. الشيطان هو اللي بيقودكم، لأن لا يمكن الله يقول لكم اقتلوا الناس أو اكرهوهم. الولاء والبراء. ففكروا، فكروا لو بتسمعونا فكروا، وبنصح الجميع كل واحد عنده أصحاب أو لستة إيميلات ما يهمكش الدين، ابعت له المقال بتاع صلاح الدين محسن اللي موجود في الحوار المتمدن. مودرن ديسكشن، اللي ما يعرفش عربي يكتب مودرن ديسكشن وهيطلع له الموقع. هل في تليفونات أو حاجة يا جماعة؟ يا كنترول روم. طيب أوكي. فنركز تاني على الموضوع بتاع البودي السياسي، نركز تاني على العمل الجماعي بتاعنا، نركز تاني على ما حدش يقعد يقول لنا احنا بندور على قائد كاريزمي زي ما ناس كتبت في التعليقات بتاعتها ان بدور على قائد كاريزمي للاباط. اعتقد ان مسألة الكاريزمية دي جربناها في جمال عبد الناصر وجربناها في السادات، والاتنين جابونا ورا. فمسألة الكاريزمية ده بيبقى انسان مريض نفسيا. محدش يفكر في الموضوع ده، احنا نفكر في التيم، في العمل المؤسسي الجماعي. نفكر في الايجابية كلنا، كل واحد يجيب طوبة ويجيب اسمنت ويبني. زي ما عمل نحمية واللي معاه. نفكر ازاي نخلي البودي ده ثابت وعنده رأس مال يقدر يشتغل بيه. الطريقة بقى المظبوطة، الأغنياء هم اللي يبتدوا الشغل. ليه؟ لأن معاهم فلوس، واللي موجودين في مصر من الأغنياء فلوسهم رايحة. هل تحب تديها لخيرة الشاطر يقتلك بيها ويحرق كنيستك بيها، ولا تحطها في عمل ربنا يضلل عليك بيه؟ هل تحب تطلع من بره البلد كده منفض، ولا تحط جزء من اموالك والجزء التاني ربنا يبارك لك فيه وتقدر تطلعه او تقدر تقعد بيه هناك ربنا يبارك لك فيه؟ لان معظم الشغل عليكم انتوا، زائد اللي فاضل نعمل اكتتاب عام بين الاباط وبعض. الاكتتاب ده بكل واحد يعني صكوك، تطلع صكوك كده الا ابو 10 ولا ابو 20 وابو 100 و200، وكل واحد يدفع، لان ده فرض عين علينا. لو حبينا نشتغل سياسه بالمظبوط لازم يكون فيه مبلغ يكفي 5 سنين شغل على الاقل خالص، لان المساله مش هتبقى مساله وقت كده وهوجه في ساعتها واخلص. لا، هتبقى عمل مدروس، وهيجاب ناس اساتذه الجامعه هي اللي تعمل ورقه العمل، وهتدرس كويس جدا، وهيبقى في مصاريف. مش هنعمل مصاريف اداريه لينا او لاي حد هينتخبوه. احنا هنحط الناس على التراك المظبوط ونمشي خلاص. المؤسسين هيبقى مالهمش دعوه خلاص، نفس الفكره الاصليه اللي كنا بنقول عليها زمان. الناس اللي هيبلوروا الفكره والنهارده اتسعت جدا، دخل فيها اخواتنا عباط اوروبا وعندهم عقليات ممتازه وعندهم نشاط وعندهم اتصالات، وهم اللي هيمسكوا موضوع البلوره وعمليه جمع الاراء كلها مع بعض وبلورتها ويطلعوا ورقه عمل شامله كله، كل النقط. فلو سمحتوا من فضلكم بنحاول قد ما نقدر نقول لكم احنا محتاجين عمل الفترة اللي جاية، محتاجين صلاة، ومحتاجين عمل، محتاجين التجمع، محتاجين ان احنا ما نفكرش في قيادات فردية. احنا عايزين نجيب دم جديد، عايزين نمزج الخبرة بالنشاط وباللغات وبالناس اللي عندهم استعداد يشتغلوا. هيبقى في لجان متخصصة، هيبقى في مجموعة من افاضل الاقباط هم اللي ماسكين الصندوق القبطي اللي هيتلم فيه شوية فلوس نقدر نبتدي بيها النضال بتاعنا.
احنا لا نهدف الى انفصال، نحن لا نهدف الى تمزيق مصر، على العكس، اللي بيهدفوا الى انفصال واللي بيهدفوا الى تمزيق مصر هم الاخوان المسلمين، وامريكا واسرائيل جايباهم مخصوص عشان يعملوا كده، هي المقاولة بتاعتهم كده، زي ما قلنا قبل كده في الحلقات اللي قبل كده، المقاولة بتاعتهم مقاولة هدد، جايين يهدوا ويسلموا البلد متفرتتة لصالح إسرائيل عشان تبقى جيش الدفاع الإسرائيلي هو أقوى جيش في المنطقة. النهاردة بيتكلموا على تغيير السيسي، وجايبين اسمين من الإخوان هم اللي يمسكوا مكانه، ففي كلام جدي لإخوانة الجيش، خلاص هو ده آخر حاجة، الجيش والقضاء آخر حاجة، لو وقعوا الاتنين الأقباط هيكونوا أول ضحايا للمواضيع دي. يوم 24 إبريل كان فيه الذكرى بتاعة مذابح الأرمن والكلدان والسوريان والأشوريين، حصل فرمان من عبد الحميد الثاني السلطان انه يخلص من الناس دي مره واحده كده، بين يوم وليله اعدموا القاده بتاعتهم كلهم، بين يوم وليله ادوهم سكه في الصحراء يطلعوا فيها عشان يروحوا سوريا، يطلعوا من تركيا يروحوا سوريا ماشي. الكلام ده سنه 16 اظن 14 16 حاجه زي كده. فالمهم انه وهم طالعين بهدومهم الستات والعيال. طيب معانا تليفون الاستاذ ايليا باسيلي، مساء الخير، اتفضل. مساء الخير يا دكتور، انا سعيد بسمع صوتك وتهنئتي لكل الشعب القبطي بحد الشعانين. الله يخليك، شكرا. يا دكتور نتكلمها واحدة واحدة، واحنا نعرف النتائج. انت قلتها لسه ببقك، ان امريكا جابت الاخوان المسلمين لمقاولة هدد. اذا لما جابت الاخوان المسلمين جابت مرسي بس، ولا جابت السيسي معاه وجابت العصابة كلها معاها؟ من الطبيعي جابت العصابة كلها معاها علشان تقوم بعملية الهدد المطلوبة. إذن السيسي هو مجرد عملية باك اب اللي حاليا في الإدارة الأمريكية هنا بتحاول، يعني وزير الدفاع حاجة لما نزل مصر يوم الحد اللي فات بيحاول ان يوحد كل الحاجات ديت علشان يتم تنفيذ ما يتم تنفيذه، بمعنى ان الجيش والشرطة ومرسي كلهم يبقوا كماشة على الشعب المصري ويعلن الاستسلام الكامل ويتم تدمير ما يمكن تدميره. اذا الاخوان المسلمين اللي هم جايين زي ما انت قلت عن طريق امريكا واسرائيل والعالم كله، هل يا ترى انك انت حاطط امل في ايه بالظبط؟ يعني والشيء الثاني، انت لسه قايل ببقك انهم جايين علشان كده، يبقى ازاي جايين علشان كده وانت تقدر توقفهم انهم يعملوا كده؟ انا كل اللي يهمني حاجه واحده في غايه من الاهميه، الاقباط. احنا يا موافقين استاذ على ايليا، يا استاذ ايليا، احنا من ضمن التحرك السياسي ان احنا بنطالب بلجنه اداره الازمات، لان الاقباط هيتبهدلوا في السكه دي، اذا ما كانش الله يمد ايده ويحميهم وهم يشتغلوا مع بعض عشان يحموا نفسيهم، احنا اول ناس هنداس في الرجلين. انا ليه بتكلم على الارمن؟ الارمن والكلدان والاشوريين كان اكتر مننا، ومع ذلك ما رحمهمش الارهاب. احنا بنشتغل على نفس القواعد ونفس المبادئ، الشريعه الاسلاميه والكراهيه التامه وحرب الاباده، وشغالين على الكلام ده. فاحنا لازم حضرتك النهارده يبقى عندنا لجنه اداره ازمات ندور على مصلحتنا فين. يا انا دكتور لا اثق في حضرتك الجيش ولا اثق في مرسي، ولا كلهم عصابه واحده. طيب يا دكتور، في حاجه في غايه من الاهميه انت ذكرتها حاليا. يوم 24 ابريل ذكرت مذبحة الأرمن والأشوريين، يعني من قيمة يومين فاتوا. المذبحة دي كلها حصلت تحت سمع وتحت سمع وبصر الإنجليز في الوقت دوت، وحتى الروس في الوقت دوت كانوا
مجرد شايفين وعارفين اكتر من 1,800,000 او 2 مليون ارمينيان تم قتلهم تحت سمع وبصر العالم كله. احنا حاليا بنفكر هنقول هو العالم كله مش شايفنا كأباط، نتكلمها بمعنى اصح، اللي يعرف الف ب سياسة من 1434 سنة والأقباط تحت الاحتلال الإسلامي، وعمالين ندي لنفسنا حقن مخدرة نقول إن إحنا يكون بيننا وبين المسلمين سلام أو عمار، واستحالة يتم جمع النور والظلام مع بعض نهائيا، ولكن التجارة الإسلامية أو المسلمين التجار أو المتأسلمين للأقباط التجار بيحاولوا إنهم يستمروا أو تحسين ظروف العبودية للأقباط. الأقباط والمسلمين استحالة أنهم يعيشوا تحت مكان واحد، لأن المسلم استحالة أن يعيش خالص مع أي فرد آخر. وإن احنا نتكلمها صراحة، ألف به سياسة بتقول للأقباط افحوا إيه اللي هيحصل، اللي يحصل هيحصل تحت سمع وبصر العالم كله زي ما حصل للأرمن. الشيء الوحيد قدام الأقباط أنهم إيه؟ ما يبقوش يسلموا نفسهم للموت بإيديهم، عليهم إنهم يفتخروا إنهم يموتوا بكرامة أحسن إنهم بيموتوا من غير كرامة. اللي حصل في القصح من قيمة يومين أو ثلاثة، واللي بيحصل في الواسطة، واللي بيحصل في كل الكلام ده كله، ديت مؤشرات إنك أنت تقول للشعب القبطي اصحوا، استحال المسلم والقبطي يعيش مع بعض خالص هي في حكم نقطة هنا القبطي. عايز أضيفها يا أستاذ ليا، إن شعور الكراهية وصل إلى أقصى حد. النهاردة في تربص، مش كراهية بس، كراهية وبيعتبرونا نكسين بالنسبة لهم، وتربص بينا. أي خطوة بيعملها أي واحد بتفسر بطريقة تانية خالص، وهجوم جماعي وعقاب جماعي. إلى متى يا أباطة تستحملوا الكلام ده؟ إلى طيب متى تقعدوا بالأحلام الوردية اللي أنتوا فيها دي؟ لغاية طيب يا دكتور، ما بعد يخش كل اللي بيتك انت بت... ويخطف مراتك ولا بنتك ويمشي من جوه أوضة نومك. بعد كل الكلام اللي حضرتك بتقوله دوت، هل بيتهيأ لك ان ممكن يكون عشرة ما بين المسيحي والمسلم دلوقتي اذا كان لا في ما أظنش ده، استحالة في العشرة؟ كراهية عمياء دلوقتي ما عدا قلة قليلة يبقى يجوا معانا يا سيدي. احنا ما أديك عندناش أنت مشاكل قلتها، أديك نتحمل أنت الناس قلتها، اللي بتحبنا دي، هناخدهم معانا، ما عندناش مشاكل. أديك هي بس أنت يبقى في قلتها. الإرادة الشعبية القبطية انها تفهم بالظبط ان الناس ده لا يمكن هتصفى لكم تاني. ايام اللي قبل 52 مش هترجع، لا يمكن. ايام 19 انسوها، مش هترجع تاني. دور على مصلحتك، لما تبقى في منطقة امان ابقى اتفضل قول للي عايز يجيلك يجيلك، من اللي بيحبوك وبتحبهم دول خليهم يقعدوا معاك. انما أديك لازم الاول تعمل سيكيورتي لنفسك. انت دلوقتي تحت ناب الديب، تحت ناب التعبان، لازم تخلص نفسك وتقعد لك في حته امان، تلتقط نفسك وبعد كده ترجع اللي راح. يا دكتور، انت دلوقتي حطيت ايديك على المحراث انك انت تقول الكلام دوت. اذا كل اللي هيختلف معاك في الرأي هم عبارة عن تجار دين او تجار السياسة انا اللي ماليش دعوة بيطالبوا. بيهم، احنا نعمل اللي فيه الصالح ونشرح الغلط فين ونشرح عملية الخداع. هو اللي بيحصل ان بيروح هبشك 3 عضات وتبطيبة واحدة، وبعدين يديك 3 عضات تاني يروح مديك تبطيبة بعديها عشان ياكلك في الاخر. إذا بيقطمك أنت حتة حتة وبيفك كل قواعدك. دلوقتي كان زمان عندك ناس اقتصاديين، فين هم؟ عساويرس وغيره وغيره هربوا مش قاعدين. فمين اللي هتبرع للكنائس النهارده؟ أنت قلت كلمة في غاية من الذكاء اللي ممكن إنها تتقال ما بين الكلمات. قلت إن إحنا لازم نكشف الخداع بتاع الناس دول. الناس دول هنا المشكلة إن الأقباط لغاية دلوقتي مش قادرين يميزوا ما بين صوت الثعلب وصوت القبطي. يعني دلوقتي الثعالب سخروا أقباط عندهم إمكانيات رهيبة جدا، منهم تجار الدين وتجار السياسة.
ازاي ان احنا نكشف خداع التجار دول ونقول لهم يا عالم يا اباه اتفضلوا انتوا حطوا عقلكم، واضح جدا ايه الفرق ما بين دوت ودوت. الشيء الاخطر من كده ان في حاجه يمكن اتكشفت عنها من قيمه 3 4 ايام فاتت، احد الاساقفه قالها صراحه ان روسيا عرضت الحمايه لاقباط مصر. معنى كده ومين اللي رفض؟ افهمها بقى وانت تعرف تجار الدين قد ايه. يعني لما روسيا تعرض في مجلس الامن الحمايه الدوليه للاقباط وفي ناس معينه ترفض الحمايه للاقباط علشان يستمروا بدون حمايه، تخيل تخيل مين التجار دول اللي لا، يرفضوا والأب ان رافائيل بيقول على الأيام بتاعت أيام محمد علي زمان، هو بيقول على زمان، بيعمل ريفيرنج للي حصل لما البابا قال له يعني القيصر بتاعكو بيموت ولا لأ، وما قالش على حاجة حديثة يا أخ إليه. طيب الحمد لله. هل يا ترى احنا دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها حاليا ايه الوجه الوحيد اللي احنا ممكن نعمله؟ احنا لما علدنا دولة قبطية في المنفى فوجئنا ان التجار دول كلهم كله بالرغم ان كل اللي يعرف الف به سياسة يعرف ان هو ده الحل الوحيد اللي هينتهي بيه الامر. يعني تخيل ان لو حد اوجد لي حلول اخرى يطلع ويقول، لكن احنا لو اي هنخليه اخر واحد حل دلوقتي، انما عندنا وسائل كتيرة لما يتعمل المجلس السياسي ويقر حاجة بالاغلبية او بالاجماع هنمشي وراها كلنا، بس لازم نعمل البودي السياسي بتاعنا ويبقى بالانتخاب الحر وعشان ياخد الشرعية بتاعته، لان احنا كأنا وانت وغيري وغيري احنا افراد لا نمثل الشعب القبطي ولا نقدر نروح نقابل حد بصفة رسمية، ملناش اي صفة. اتحادنا وتجمعنا مع بعض وكلنا نقول نحط اوراق عمل ونقول ارائنا وندعم الصندوق القبطي، في الحاله دي المجلس المنتخب هيبقى هو اللي عنده الصلاحيات انه يتكلم، وكل واحد عنده راي يروح للمجلس او البودي السياسي ده ويتكلم معاهم على مقترحاته، وده اللي بنطلبه النهارده في البرنامج، يا ريتك تشجعه. انا اتمنى يا دكتور، بس اقولها لك الموقف ده هيحصل، هيحصل بعد 4 شهور، بعد من ثلاث لاربع شهور اللي هيحصل في مصر، ولما الشعب كله والشعب القبطي بالذات زي ما حصل في ارمينيا هيبتدي يحصل في مصر، الشعب القبطي هنا في الحاله ديت هيقول فين ايليا فاسيلي، فين دكتور جهاد، فين دولن، وهيكشف هنا الوجه القبيح لتجار الدين وتجار المخدرات دول. اذا دلوقتي اذا كنا احنا بنعرض عليهم الحاجه ديت، الشعب القبطي لما يواجه الموقف وايديه تتحط في النار بالكامل هيلاقي في الحاله ديت. والشيء الغريب جدا 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 يا دكتور، احنا كلنا عارفين قيمه امريكا او الدور المؤثر الامريكي على الساحه السياسيه المصريه بالذات، وفاجئ ان في ناس يروحوا قدام الوايت هاوس ويعترضوا على السياسه الامريكيه. انا بص، امريكا صرفت الاف الملايين من الدولارات علشان تحط السم في العسل للمسلمين، بمعنى اصح سم مكتوب عليه اسلامي حطته لهم وشربوه من كعانهم، وفي الاخر دلوقتي اشوف اقباط راح بتروح قدام السياسة الأمريكية وتعترض على الموقف الأمريكي. طب احنا اعتراضنا على شيء واحد بس يا دكتور، اعتراضنا على تحميش دور الأقباط، مش تحميش او استبعاد دور الأقباط من اللعبة السياسية. احنا عايزين الأقباط، انا عن نفسي اشد المؤيدين لقيام دولة إسلامية او خلافة إسلامية في مصر، انا من اشد المؤيدين ليها، لأن هي تبقى ديت السكينة الأخيرة اللي تموت الخلافة الإسلامية بالكامل. ولكن معلش انا بعترض على الكلام ده بعد اذنك، احنا فاضل لنا كله 3 دقايق يا استاذ ايليا، الجمعه اللي بعد الجايه هنبتدي من جديد، يا ريت تيجي من اول الحلقه، هنقفل على كده المره دي، وبس هنلخص الكلام اللي احنا قلناه عشان فاضل لنا بالظبط 3 دقايق.
عايز اقول ان مهم جدا ان احنا ننتخب بودي قبطي. النشطاء بيتكلموا النهارده، انا رجائي للنشطاء انهم الاول يجمعوا ورق عمل ويتم عمل ورقه واحده من الاوراق دي كلها، تلخيص ورقه تشمل كل حاجه، يتم استفتاء كل الناس عليها وناخد نتيجه الاستفتاء دي نشتغل بيه، عشان لما نروح ونعمل المؤتمر يبقى على نور، ورايحين نتفق مش رايحين نختلف، ولا رايحين نتخانق مع بعض، ولا رايحين نضرب طوب على بعض. نستفيد من الاخطاء اللي فاتت. استاذ ايليا، انسى الماضي، انسى اللي فات، انسى اللي عملوه، عايزين نبتدي بدايه جديده. عايزين النهارده كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض، كل الاراء تيجي وكل الاراء تحترم، وكل الناس تعمل اوراق على الانترنت. في مجموعه كوبس ان ذا وورلد دلوقتي بتجمع مجموعه اوروبا كل الاراء، فالمفروض كل الناس تحط اراء وتعمل ورقه عمل، ايه تصوره للي مطلوب واللي جاي ويتعمل ازاي ويتمول ازاي. عمل سياسي بدون تمويل مش هينفع. من دلوقتي بنقول لكم هتتذبحوا زي الفراخ، بنقولها لكم بالمفتوحه اهو، ونقول للاغنياء اللي قاعدين هناك فلوسكم رايحه رايحه. إذا ما تمش تمويل الصندوق القبطي بمبالغ كويسة تكفيه 5 سنين، وهيتحط ناس محترمين جدا، ناس أغنياء شبعانة، هي اللي هتمسك الصندوق ده وتمسك الرولز بتاعته، والخطة هيمسكها ناس منتخبين، ففي أمان المرأة وفي شغل كتير. نرجو إن تصلوا كلكم. تدعيم الإعلام مهم جدا، لأنه هو اللي هيبقى بيننا وبين الناس الوصال، ازاي نوصل آرائنا للناس. كل النشطاء مطلوب ييجوا، وكل الناس المفروض تقول آرائها. انا بشكركم جميعا وبشكر القناة، وياريت يتحط البرنامج على يوتيوب كالمعتاد، وتصبحوا على خير، وكل سنة وانتم طيبين جميعا.